وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا الإخبارية خلونا نروح وصبح على زميلتي دينا شرف علشان نعرف منها آخر أخبار الطقس والعملات، لكن يهمني الطقس. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وربنا يفرح إن شاء الله النهاردة لكل البيوت المصرية بطلبة الثانوية العامة إن شاء الله ويحققوا كل أحلامهم. النهاردة الجو هيكون لا حار كالمعتاد، إحنا في شهر أغسطس بسبب طبعا ارتفاع نسبة الرطوبة. قولي لنا التفاصيل. أوكي. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وسعر البيع وسعر الشراء. هنبدأ معاكم من سعر البيع 19 جنيه و15 قرش وسعر الشراء 19 جنيه و7 قروش. اليورو 19 جنيه و50 قرش للبيع و19 جنيه و41 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 23 جنيه و15 قرش للبيع و23 جنيه و5 قروش للشراء. فرانك سويسي 19 جنيه 97 قرش للبيع و19 جنيه 88 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 83 قرش للبيع، 2 جنيه 82 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و9 قروش للبيع و5 جنيه و7 قروش للشراء. دينار كويتي 62 جنيه 49 قرش للبيع، 62 جنيه و15 قرش للشراء. وأخيرا درهم الإماراتي 5 جنيه 21 قرش للبيع و5 جنيه و19 قرش للشراء. متوسط أسعار الذهب النهاردة هنبدأ معاكم من عيار 18 اللي سجل 911 جنيه، عيار 21 سجل 1063 جنيه، عيار 24 1215 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8504 جنيه. بالنسبة لحالة الجو النهاردة ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس، هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه الرطوبة مكملة معانا ومرتفعة، وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقع بدرجتين إلى 4 درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.